لا دير وجع الكامل. ليش ما نحكي 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 وهو في شبك. ليش هو كل شيء ماكو ماكو امل عمي ماكو عمي ما يصير من الحياه. حياتي ايش احنا معايشين عمي؟ ناس عايشه بنعمه وناس جاي تموت من الجوع. اكو مثل يقول عالم ما تموت من بس هسه صارت عمي الله وكيلك عالم جاي تموت. متنا ملينا هاي من 2003 لحد الان عمي زين. ملينا ملينا زين. ملينا لا كهرباء لا راحه لا رواتب لا شيء. هاي هاي كلها كلاوات. كل سنه فره جديده كل سنه زين. فره جديده كلاواتهم بزعنا من عندها. طيني يا دوله مثل العراق طيني واحدة من هاي الدول كلها المحيط العربي العربي والاجنبي طيني واحدة مثل العراق. يا مثل العراق جاوبني ليش سكتت؟ شو شغلك؟ عم انا ابيع كلينس. وين ساكن؟ ساكن بالدوره. تجي تسلم يا حبيبي الله يبارك فيك. وانت من الدوره تجي لهنا؟ اجي من الدوره لهنا اروح للبوابه اشتغل في سبيله اوكل عائلتي. طلعت كنا ما طلعت ما كنا. الله اكبر. ايه لا ايش عبالك؟ مو جاي اقول لك عمي وصلنا السنين الجايه بعد اسوء. ملينا ليش اقول لك ملينا؟ ملينا ووصلها لا تقطعها ملينا. والله ما انا ايش انا ليش ردتك تطلع بالبرنامج؟ الله وكيلك ملينا بزعنا ملينا كفيلك الحسين ملينا. احنا الحسين صارت عليه مصيبه سلام الله عليه ونسبه والسبايا الاطفال والنساء احنا نفس الحال. احنا انظلمنا نفس السبايا جاي يعاملوننا معامله كانه ما واحد جاي يعامل اليهودي ما يعامل هيك. هسه جيب لك واحد يهودي خليه رئيس وزراء ما يعاملنا هيك. جاي تفتهم قصدي؟ ملينا. اعطيني واحد مرتاح. الله يكون بعونك يا حبيبي يا عين. الله يكون بعونك يا اقات. ربي يوفقك ان شاء الله. رزقك يا رب رزقك بالتوفيق رزقك. طبعا مشاهدينا الكرام يطلع من 8 الصبح ارجع ب 8 ب 9 بالليل ابو ابوي اشوفه بعيني. ايش قد اجيب؟ اجيب لي 7 8. ايش قدك اطفال؟ عندي 4 اطفال وعندي والدتي مريضه وعندي زوجتي وقاعد ايجاري 300,000. حجي شو اسمك؟ تعلم بس تعلم حجي تعال اوقف لي هنا. ايه. شو اسمك بالخير؟ أنا لا اطلع قدام الكاميرا. لا فدول عينك. زين ليش ليش؟ عمي بزعت بس تقول يا الله قايل يا الله. شو اسمك حجي؟ انا ابو علي. الله الله بالخير. اسمك بالخير ابو علي. بس اعطيني مجال فدول عينك ابو علي. ناس خيره جوز يساعدك بس جاوبني. استنساخات بزعت من عندها ابو علي. الله يرضى عليك. تم قدم على رعايه؟ قدمت ما بيه الكفايه. ايش قد قدمت؟ كثير. ايش قد كم سنه؟ اقول لك كثير اشتغل بهن طمال استنساخ ويروح طمال استنساخ ويروحن بالزباله. مو شفناهن هذا الشيء بعيننا واقع حال صار. قدم النوب على الرعايه. بس قول لي هسه انا راح اتصل لك على الاعلام مال الرعايه. هسه اتصل لك. ايه. بس اريد افهم كم سنه انت مقدم على الرعايه؟ اذا اقول لك 4 سنين اقول لك قليل. تعال يمي هسه نخابر لك. تعال